الجزء الثاني الاخير في هذا الموضوع ان انا ركزت جدا مع الساده المحافظين على الاسراع في موضوع انهاء موضوع التصالح على مخلفات البناء. احنا اقرينا الحمد لله قانون، ومجلس النواب مشكورا اقر القانون وطلعنا اللائحه التنفيذيه. طلبت منهم الاسراع بخطى كبيره جدا في تنفيذ عمليات التصالح، لان ده بيحقق مطلب شعبي على مستوى كل المحافظات في هذا الشأن.